السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا. نتابع اليوم ما بدأناه مسبقا من درس الفعل الصحيح والفعل المعتل. لابد بداية من تذكر القاعدة العامة لهذا الدرس، حيث أن أحرف العلة هي الألف والواو والياء، وأن الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا يكون بين أحرفه الأصلية حرف علة مثل جلسة، أما الفعل المعتل هو الذي يكون بين أحرفه الأصلية حرف علة مثل قام أو وعد. طبعا قد يقع حرف العلة في أول الفعل الثلاثي المعتل فيكون اسمه فعلا معتلا مثالا مثل وصل، وقد يقع في وسطه فيكون معتلا أجوفا مثل عاد، وقد يقع في آخره فنسميه معتلا ناقصا مثل رمى. أحيانا يرد في الفعل المعتل حرفين من حروف العلة، إذا جاء هذا الحرف في أول الفعل وآخره نسميه فعلا معتلا لفيفا مفروقا مثل الفعل وعى، وقد يأتي أو يأتي هذين الحرفين في وسطه وآخره فنسميه لفيفا مقرونا مثل الفعل روى. الآن سنجيب عن بعض الأسئلة. لدينا الفعل عاد، نريد أن نصرفه مع ضمائر الغائب، أي هو يعود، هما يعودان، هم يعودون. ومع ضمائر المخاطب، هي أنت تعود، أنتما تعودان، أنتم تعودون. السؤال التالي معنا النص، نريد أن نستخرج منه في البداية فعلا معتلا مثالا. طبعا لدينا في بداية النص الفعل وصل، جاء حرف العلة في أوله فهو معتلا مثالا، ثم معتلا أجوفا أي في وسطه، مثال ذلك طبعا مر معنا الفعل نام، نام نوما عميقا. ومعتلا ناقصا يأتي حرف العلة في آخره، أخذنا الفعل طغى نغمها، إذن الفعل طغى جاء في آخره. الآن نريد فعلا معتل الحرفين الأول والأخير أي لفيف مفروق، مثال ذلك طبعا الفعل وعى، وعى صداها. ونريد فعلا معتل الحرف الثاني والأخير أي لفيف مقرون كما في روى، الواو والألف المقصورة. فعلا صحيحا مهموزا، نعود إلى النص، نجد أن الفعل أخذ الثمرة وأكل، إذن أخذ وأكل فعلين معتلين مهموزين. صحيحا مضاعفا مثل الفعل هب، هب من مكانه. الآن معنا مجموعة أفعال، نريد أن نحدد الصحيح منها والمعتل. طبعا أكل هو فعل صحيح، ونلاحظ أن فيه همزة، إذن هو صحيح مهموز. ذهب أيضا فعل صحيح سالم يخلو من الهمز والتضعيف. لدينا أيضا الفعل دار فعل معتل، جاء حرف العلة في وسطه، ومضى أيضا جاء حرف العلة في أوله الواو فهو معتل. هز فعل صحيح لا يوجد به حرف علة لكن فيه تضعيف، إذن هو فعل صحيح مضعف. رأى أيضا فعل معتل وفيه همزة، نقول فعل معتل مهموز. ود أيضا في حرف الواو في أوله، إذن هو معتل مضعف. حام معتل أجوف، وعض صحيح وجاء فيه حرف مشدد فهو معتل، فهو صحيح مضعف. أشكر متابعتكم أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.